سلام الناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. اكيد ان الفيديو ديال اليوم كله افاده ان شاء الله بزاف ديال السيدات كينتظروا هاد الوصفات الطبيعيه المجربه. بزاف ديال الاخوات فقدوا الامل وكيبغيو واحد الامل ولو يكون بسيط باش يسترجعوا الحيويه ديالهم ويبحثوا على الحمل. بزاف ديال الاخوات جاهم اكتئاب، جاهم قلق، جاهم توتر. سيدات كيشوفوا القناه ديالي وعاد كيرجع لهم واحد البصيص الامل ملي كيشوفوا هاد السيدات اللي كانوا تا هما متاخرات في الحمل وحملوا ما شاء الله. واكيد ان هاد التفاؤل هو اللي غادي يخليك تستمري، هو اللي غيخليك تبحثي على الوصفات، وكذلك ان شاء الله يحدث الحمل بسرعه. بقاي معايا في هذا الفيديو المهم، اكيد غادي ينال الاعجاب ديالك. وبطبيعه الحال الا عجبكم المحتوى ديال الفيديو ما تنساو ليش الفيديو من واحد اللايك باش توصل هاد المعلومة لجميع السيدات اللي كينتظروا مثل هاد الوصفات وبغاو يجربوا كل ما هو طبيعي. غادي نذكر في هاد الفيديو كذلك كيفاش تنشطي التبويض ديالك بشكل طبيعي، كيفاش تقوي الإبادة ديالك، أشياء كتساعد على تكبير البويضة. الكل والمزيد في هاد الفيديو إن شاء الله، بالإضافة إلى الوصفة القوية اللي جربت هاد الأخت هذه من بعد ما كان قال لها الطبيب ما عندكش بويضات، مستحيل أنك تحملي. أكيد أن هادشي ديال الدرية والرزق بها بيد الله، يعني ما كاينش شي حد على وجه الارض ممكن انه يقول لك ما غاديش تحملي، ويعني والامر مستحيل. ربي هو اللي كيعلم بهادشي هذا، ربي هو اللي مخبي لك الرزق ديالك ولو بعد حين. ولو انك كتقولي راه مستحيل ما عنديش امل، ولو ان عندك بزاف ديال المشاكل صحية، عندك مشاكل متعلقة بالعقم، سيدات عندهم انسداد انابيب، تكيس المبيض، الغده الدرقيه، هرمون الحليب، سيدات مشات لهم الدوره، هادشي كله ليه العلاج، هادشي كله ان شاء الله ليه الحل وليه الوصفه الطبيعيه اللي ممكن انك تجربها. خير دليل على ذلك اخر وصفه كنت كنتكلم عليها، الوصفه ديال العسل بالاعشاب، من ضمن اقوى الوصفات اللي حققوا نجاح كبير في هاد القناه هذه. السيدات حملوا وكانوا كيقولوا مستحيل، واكيد هادشي كله بيد الله. ديك الوصفه ديال العسل بالاعشاب كتبقى فقط سبب وربي كيكمل الامور. ديما كنخلي لكم ارقام الهاتف الى بغيتيو تتصلوا بيا، كنوصل داخل المغرب في جميع المدن وكذلك في اوروبا خارج المغرب، وان شاء الله نتمكن انني نزيد نوصل لكم الوصفه اكثر واكثر. من ضمن الاسرار باش انك تكبري البويضه ديالك بشكل طبيعي الشرب الكثير من السوائل، حوالي 6 الى 8 اكواب يوميا، ممارسه الرياضه بشكل يومي او بشكل منتظم، اتباع نظام غذائي صحي متوازن مثل تناول الفواكه، الخضروات، اللحوم، الاسماك. كاين بزاف ديال الاخوات يعني كيبغيو يحسنوا من جوده التبويض، وهاد الامور اللي كنذكر لك هما اللي كيساهموا في انهم كيخليوا البويضه بواحد الجودة وكفاءة عالية. كذلك تناول يعني حمض الفوليك مهم بزاف، الخضروات الورقية مثل السبانخ، الخس، الفاكهة مثل المشمش، تناول المكسرات الطازجة، كميات مناسبة من اللحوم الخالية من الدهون. حاولوا أنكم تطبخوا الأكل ديالكم فوقا يعني فوق البخار أو بشكل مشوي، يعني من الأفضل تجنبي المقليات، تجنبي الدهون المضافة إلى الأكل. كل هذه الأمور هذه كتساعد على تنشيط المبايض وزيادة فرص الحمل. وإن شاء الله يعني إلا تناولتي كذلك القطنيات، الفول، العدس، يعني الفاصوليا، القطنيات بجميع أنواعها، البقوليات كذلك كتحسن الخصوبة، الأفوكادو فاكهة مهمة بزاف، كذلك الأناناس هو من ضمن الفواكه الرائعة لتقوية وتنشيط المبايض، الزنجبيل مهم هو، ممكن يعني الزنجبيل السيدات يديروه في الماء يعني مع الليمون، يعني الليمون الحامض أو الحامض في المغرب يعني كنعيطوا الحامض، الحامض مع الزنجبيل ممكن يكون ديتوكس طبيعي للجسم ديالك، كيخلصك من جميع الترسبات، من جميع السموم. كتاخد يعني واحد الليمون او الحامض وكتضيفيه للماء مع قطعة صغيرة من الزنجبيل او سكنجبير الطازج، الزنجبيل الطازج، يعني كتضيفي القطعة ديال الزنجبيل مع ليمون حامض، من بعد يعني كتحاولي انك تقطعي قطع باش هكا يعني يطلق الفوائد ديالو في الماء.
كتصفيو ديما هذاك هو الديتوكس ديالك يوميا. يوميا كيكون هذاك ديتوكس طبيعي كيساهم في انه يعني يخلي الجسم ديالك يتخلص من جميع السموم اللي كتكون عالقه فيه نتيجه اكل غير صحي، نتيجه يعني دهون ضفتيها للاكل ديالك. السيدات كذلك اللي عندهم سوء جودة البويضة ينقصوا الوزن بواحد الصورة مهمة، خصوصا السيدات اللي عندهم أوزان كبيرة. حاولوا أنكم تنقصوا ولو 10% من الوزن ديالكم باش تحصلوا على حمل سريع، باش الهرمونات ديالكم يرجعوا ينشطوا، باش المبيض ديالكم ينتج بويضات، باش يبقاو في صحة جيدة دوك البويضات وإن شاء الله يحصل الحمل. الوصفة اللي كتنتظروا الجميع، الوصفة اللي جربت هاد الأخت هذه من بعد ما كانت فاقدة الأمل، الطبيب قال لها ما عندكش بويضات، ولكن ربي كبير. ديما التجؤوا لله، ديما الى تسدوا الابواب في الوجوه ديالكم، ديما التجؤوا لله في الدعاء ديالكم، في الصلاه ديالكم، الاستغفار مهم، كذلك الصدقه بنيه الحمل. يعني هاد الامور هذه هي اللي كتقرب لك الرزق ديالك، وهي اللي كتخلي الحلم ديالك حقيقه ان شاء الله. بزاف ديال الاخوات التجؤوا فقط لله بالدعاء ديالهم، بقراءه القران، كذلك كثره الاستغفار والصدقه، وتحققت لهم المعجزات من بعد ما كان الامر مستحيل. اذا الوصفه قبل ما نعطيها لكم، ما تنسوا ليش الفيديو من واحد اللايك باش تعم الفائده ان شاء الله، وتوصل هذه الفكره هذه وهذه المعلومه لجميع الاخوات اللي كينتظروا معنا بفارغ الصبر. ويا رب ترزق كل محرومه بالذريه الصالحه في القريب وتفرحونا جميع. علاش لا؟ الوصفه هي عباره عن ملعقه صغيره من السمسم، كتاخذي واحد الكوب من الماء الساخن، كتضيفي له ملعقة صغيرة من السمسم، ملعقة صغيرة غير مملوءة من القرنفل، كتضيفيها لذاك الماء، يعني تقريبا القرنفل تقريبا 6 حبات من القرنفل أو 5 حبات، من 5 حتى 6، ما تفوتيش الكمية. كتضيفيها للماء وكتحاولي أنك تغطي عليه، كتخلي حتى أنه يطلق الفوائد ديالو. من بعد كتاخدي هاد الوصفة هذه من ثاني أو ثالث يوم من الدورة الشهرية، مدة الدورة كاملة، يعني مثلا يعني كتبقى لك الدورة تال اليوم السابع، كتاخديها تال اليوم السابع. السيدات اللي عندهم مشكل في الدورة كتنزل لهم واحد الغزارة، يتناولوا الوصفة حتى لآخر يوم من الدورة مدة 5 أيام. إذا سأكرر، بالنسبة للسيدات اللي عندهم دورة طبيعية وعندهم تأخر في الحمل، عندهم ضعف التبويض، يتناولوها من ثاني أو ثالث يوم من الدورة مدة الدورة كلها تقريبا 4 أيام أو 5 أيام. السيدات اللي عندهم غزارة في الدورة، عندهم كثرة الدورة، حاولوا أنكم تناولوها في آخر يوم من الدورة مدة 5 أيام كذلك. إذا نتمنى تكون هذه المعلومة وصلت لجميع الأخوات. يعني هذه الوصفة هذه جربتها الأخت ونجحت معها، وإن شاء الله تنتم تنجح معكم. علاش لا؟ بارطاجيو الفيديو مع مواقع التواصل الاجتماعي باش ان شاء الله توصل هذه الوصفه هذه لجميع الاخوات ويستفدوا منها. علاش لا؟ بالنسبه للسيدات اللي عندهم ضعف التبويض، يحاولوا انهم كيف ما قلنا الاكل الصحي، فوليك اسيد او حمض الفوليك، بالاضافه الى يعني حاولي انك ترخي البال ديالك والاعصاب ديالك، ابتعدي على مصادر الضغط والتوتر، خلي الامر في يد الله. صدقوني بزاف ديال الاخوات كيشوفوا الفيديو ديالي ديال اليوم، راه ممكن انت تكوني حامله هاد الشهر او الشهر اللي موراه، يعني راه داكشي بيد الله. خلي الامر ديالك بيد الله، هو اللي غادي يدبر لك الامور ديالك، واكيد ان الله ما كيأخر واحد الحاجه الا وفيها الخير. اذا استفدي من القناه، خذي الوصفات، جربيهم علاش لا، ولكن ما توتريش الاعصاب ديالك، عيشي الحياه ديالك كيف ما هي، واكيد ان شاء الله كل شيء غيجي قريب، وكل شيء غادي يجي في الوقت المناسب. بطبيعه الحال ان مساله الذرية كيف ما قلنا بيد الله وحده فقط، لا طبيب غيقول لك مستحيل، لا حتى شي واحد. تشبتي بالله وحاولي انك تقوي الايمان ديالك في الله، واكيد ان شاء الله غادي يجيك هاد الفرحه هذه غتجيك، وعلاش لا فرحه التوام الجميع الاخوات باذن الله. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. بطبيعه الحال الى عندكم اي استفسار او سؤال خليوه لي في التعليق اسفل الفيديو. غادي نضرب لكم موعد في الفيديو الجاي، الى اللقاء.